اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من مقبره الغفران. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، غنديروا واحد الجوله هنا بمقبره الغفران باش نشوفوا هاد البقع ديال الناس اللي كيبنيو، اللي كتكون مقابر عائليه، جاو بعد بردي الكساف اللي ولاو كيسرقوا لهم هاد البيبان. الباب ديال المقبره ما وقروش، دابا هاد الباب كيمشي كيعبروا الكيلو بجدراهم الكيلو، كيجي كيشفر كل نهار خصو يشفر 3-4 ديال البيبان، زائد هاد المقبره ولات الازبال فيها كثيره، يعني تهملات هاد المقبره، الضو راه ما كاينش هاد البلاصه اللي غادي نفار، ما كاينش شي حاجه سميتها الضو. ها نشوف شو البيبان، لا اناره لا نظافه لا حتى شي حاجه، والو ما كاينش. شو كيدير؟ شو الازبال؟ شنو صراحه مجلس المدينه، شو الازبال، شو العافيه اللي شاعله هنا، يعني هاد الناس ملي كيجيو يشريو هاد البقع ويشريو وكتخلص القبر ديالك وتخلص هاد المسائل، راه خصك تجي تلقى واحد البلاصه نقيه ونظيفه، ماشي بحال هكا. شو على حالها كيدير؟ يعني كتخلص الخلاص اللي كتخلصو فين كيمشي؟ شوف مقبره الغفران معروفه، مقبره الغفران ولات مهموله، فهمت انا، الناس كتخلص فلوس كثيره، وهاد المقبره كتدخل فلوس كثيره، لحقاش فيها الخلاص ديال البقاع، فيها الخلاص ديال الموتى المسلمين، كل واحد شحال كيخلص القبر ديالو، فيها الباركينغات، فيها يعني شحال من حاجه كتدخل. كان واحد الوقت كان قال لنا واحد السيد شجر ديال الزيتون كيتكرى، كيجي واحد كيجنيه، كان كيخلص عليه، كان كيخلص عليه 7000 درهم، هذوك الشجرات كاملين كان كيخلص عليهم 7000 درهم في العام، كيعطيوه يجي يجنيهم، يعني كاين واحد المداخل هنا، ولكن في كتمشي ما عرفتش. ها انت شو على حالك كيدير؟ للاسف الشديد زعما هذه مقبرات ديال، وعرفتي شو فاش تبنات، راه تبنات بواحد، تخسرات عليها ميزانيه كبيره، ميزانيه وكراسي يعني راه حتى الناس اللي كيجيو يزورو ما بقاوش قادرين مساكن يوصلوا لهاد البلايص هادو. لا والو، حتى انا تلاقات بهم شي وحده هنايا تزيد معاهم ولا شي واحد. خاصك تشد واحد ثلاثه الدراري تخلصهم باش يدخلوا معاك لهاد البلايص و شوف. ها نشوف هاد الصف هذا، انت كاع البيبان ديالهم ها هما مشاو، شوف شحال من باب، شوف هذا جا خدم في هاد البيبان، هاد حيد هاد الصف كامل، يعني هاد باردين الكتاف في المقابر ما خلاهمش، ما وقروهمش، وراه ما كاينش، ما محروساش هاد المقبرة، ما فيها لا عسل لا والو، يعني اللي بغى يدير شي حاجه راه كيديرها، راه حتى المشعوذين الا بغاو يجيو يديروا شي حاجه راه كيجيو يديروها. هذوك المتسولات هما اللي كيحصلوهم شحال من مره، هما اللي مساكن تيحصلوهم وتيشدوهم. دابا بحال دابا حنا داخلين لهاد البلايص، راه ما كاين حتى واحد اي حاجه بغيتي تاخذها ولا تدفنها ولا اي حاجه انت بغيتي ديرها، ما كاين حتى شي مشكل. راه لولا كيف ما قلت لكم بعض المتسولات اللي كاينين هنايا خدامات اللي كيردوا البال لذاك العيوان، كيفاش غنخدم ما يردوا؟ ولكن دابا الغريب في الامر هو ملي كتبغي تدخل من الباب بالطونوبيل كيحبسوك شي وحدين، لا ما تدخلش، زعما راه عاس ما تدخلش من الباب، والجهه الاخرى دخل كيما بغيتي، دابا الباب الرئيسي الكبير ما تدخلش منه، دور من الباب الاخر، دور من الباب الاخر كتدخل، ما كتفهم والو. شو كي ولات هاد البلاصه؟ راه ولات مهجوره هاد البلاصه. هادي كتحس بواحد الرهبه وواحد الرعب في نفس الوقت، اي شويه تلاح الظلام راه كارثه، هنا راه ما كاينه تابوله، ما كاينه تابوله، ما كاين حتى خيط ديز ديال الضو. راه من غير الجمعه راه ما يقدرش شي واحد يجي. راه المقبره الوحيده اللي بان ليا بعدها محروسه والناس اللي خدامين واقفين عليها راه هي مقبره الشهداء، الرحمه هي الشهداء، الناس اللي خدامين راه كيوقفوا واقفين فيها، وملي كيوقع شي حاجه كريكلامي وكيعيطوا السلطات كيعيطوا رجال الامن
اما هنا راه ما كيعيطوا حتى واحد، ما عمرهم ريكلامو بشي حاجه واقعه هنايا. شوف كيدير. تحسب شويه الطمأنينه ملي كتلقاي الدرك الملكي بعض المرات كيدير شي جوالات هنا. هنا راه الناس راه ملي كتدخل راه ما كتشداش الخشوع ديال المقبره، كتشد الخلعه. كتشد الخلعه. من ملي يخرج ليهم شي واحد. الخلوع. يا ولي مسكين باغي يخرج من هنا. هنا راه الناس اللي جاوا راه اللي وقف عليهم كيدوروا معاه، هاي يمشي هاي بعد منه. ها نشوف الباب كي داير. الشطابه راه ما كدوش من هنا كاع. انا مكلف بها حتى شويه. مكلف بها حتى واحد. واحد مكلفش بها. الناس اللي شادين راه ما كاينينش كاع. الجامع مسدود. الجوامع راه جوج هنا كاينين. ما فيه لا ما. الجوامع. الجوامع راه جوج جوامع كاينين، كاين هذا وكاين الاخر، حتى واحد ما محلول. حتى واحد ما كيصليو فيه. لان مستودع ديال السيارات شوف ديال المرآة. دابا المساجد كانوا كيصليو فيهم، هذا هو الاول كنا كنجيو مع شي واحد العائلة ديال شي واحد ميت كنصليو عليه هنا، شوية تحول الاخر شوية. شخصية. وفتحوا وصلوا مش كيفتحوا يحلوا الاخر. لا هنا ما كنتش معايا. وهادشي راه مابقاش، هادشي راه مابقاش. دابا الناس كيجيو مساكن كيصليو غير في البلاصه اللي غيدفنوا فيها، في ديك ديك المساحه اللي حداه كيصليو صلاه الجنازه. شي وقت ديال الصلاه ما تيصليوش. ما كاينش. حيت لا تجوز الصلاه في المقابر ديال الصلوات المكتوبه. ماشي شات. هانت هادي راه عتي منين وهي عامره بهاد الازبال ومبلوكي هاد الشجر الرويض. بركاسه. هاد البركاسه بقات بحال هكا سنين وهي بحال هكا. قلت لك المقبره ما فيها لا باب لا بوا. اذا مشاهدينا الكرام نختم معكم هذا البث المباشر على امل اننا نتلاقاو بكم ان شاء الله في بث اخر.